السلام عليكم. في يوم من الايام في وقت من الاوقات في فتره من الفترات في سنه من السنين شفت مسلسل سوتس بالعربي لأسر ياسين، وحسيت ان انا شفت المسلسل ده قبل كده زمان من سنين، بس قلت ايه الغباء ده، ما هو اسمه سوتس وشارين الحقوق فمش سارقين، ولقيت مكتوب على التتر مجموعه من اهم الفنانين، فقلت اتفرج على المسلسل العربي والاجنبي وشفنا واحنا حاطين على الاجانب حطه السنين. مبدئيا كده المسلسل معمول نسخه عربيه من الاصدار الامريكي، فطبيعي لما ناخد فكره ناخد الاساس بتاعها ونطوره. يا عم عندنا ما طورنا بس نملى الاحداث اللي جوه باحداث جديده، يا عم ما عندنا ما ملينا بس اكيد يعني السيناريو والحوار يتغيروا عشان نبقى حطينا بصمتنا، يا عم ما عندنا ما حورنا بس نسيب في المسلسل اي حاجه تقول ان احنا عملنا اي حاجه. فتعالوا كده سوا نقارن بقى بين اول حلقتين من المسلسل العربي والمسلسل الاجنبي. اول مشهد في المسلسل الاجنبي بيدخل لويس على جيسيكا مديره الشركه وبيقول لها ان جيرالد الكلاينت بتاع الشركه بتاعتهم متعصب ومتضايق ومحتاج حد يهندله، فانا هروح اهندله، ولكن جيسيكا بترفض وبتطلب منه ينادي هارفي، هو الوحيد اللي هيقدر يعمل ده. في النسخة العربي المسلسل بادئ نفس البداية بنفس المشهد، محمد شاهين راح يقول لصبا مبارك ان سيبيني انا هندل المشكلة دي، وهو مش مقتنع بكلامه اصلا لان هو مش قادر يقنعنا احنا بالتمثيل بتاعه. محمد شاهين معرفش يعمل شخصية جديدة للمسلسل ده، فقال لك امثل بشخصية خالد بتاعت موضوع عائلي وخلاص. المشهد اللي بعده بيروح يجيبه هارفي اللي قاعد بيلعب قمار مع زمايله عشان ينجز لهم القصة دي، ونفس ده بالحرف بيحصل في العربي، فرق بس ان أسر ياسين كان بيلعب شطرنج احتراما لمشاعر مشاهدين، بس هو هيفطرهم بطرق تانية. ومع ظهور أسر ياسين اكتشفت حاجة مهمة جدا، أسر ياسين بيتكلم انجليزي في النسخة العربي اكتر من الممثل الاجنبي في النسخة الانجليزي. بيروح هارفي بقى يهندل الكلاينت بتاعه المتعصب وبيقول له ان المفروض كان بينا اتفاق وانت غيرته لما طلبت تغير نائب الرئيس الشرفي، فالراجل بيقول انا حر، فهارفي قال له لا كده انت بتضر، فبيضحك عليه هارفي وبيقول ان هو كده كده استلم الاتعاب وخلاص، فالراجل اللي قدامه ما قدموش غير ان هو يوافق بالامر الواقع. انما في المشهد العربي زين دخل وقال له هاي انا زين ثابت اقبل بالديل زي ما هو، فالراجل قال له حاضر. والله هو حاجه شبه كده فعلا، لان زين في المشهد ده ما اضافش اي حاجه زي ما هارفي عمل، هو اعتمد على كاريزمته. بعدين تخيل جيرالد بقى اسمه اشرف، فاكيد هيحصل كده كده خلل في المسلسل. هاي انا زين ثابت انت مين، الفرق كبير بيني وبينه انا عارف، معلش اكيد انا مش هعرف اجيب عشر كاريزمه أسر ياسين، هو برضو كاريزمته هايله، فغالبا هو استغل النقطه دي وبطل يمثل تقريبا وبقى معتمد على كاريزمته في شد الجمهور. أسر ياسين بقى بيشقط الجمهور ما بيمثلهمش. بعدها بيجي مشهد لمايكروس، والمفروض ان هو واحد نصاب بيروح يمتحن مكان الطلبه اللي مش مذاكرين، وبيكون قاعد في امتحان في الجامعه ولابس قميص تحتيه تيشرت وفوق راسه كاب وعلى عينيه نضاره. احمد داوود مادي نفس المشهد بالحرف، فرق بس ان هو لابس جاكيت مش قميص. وبنشوف بقى لما بنحط الحته التاتش المصري بتاعنا، المراقب بيقول له انت مش عمر محمد، لا انت ادم منصور، فادم بيقول له لا 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 يا عم مش انا. طب ما هو يا جماعه اكيد طالما عارف اسمه ثنائي يبقى اكيد عارف شكله، مش مجرد حد بيشبه وبيشك فيه، ده عارف اسمه ثنائي. ولما تيجي تبص كده مش هتلاقي ان احمد داوود منتحل شخصيه مايك خالص، لا هو منتحل شخصيه عاطف بتاعت ولاد رزق. في ازمه في الابتكار، هو بيأدي نفس الشخصيه بالظبط بتاعت عاطف، كله بيجيب الكاركترز القديمه اللي اداها قبل كده وبيعملها في المسلسل ما عدا أسر ياسين، عشان هاي انا زين ثابت انت مين. بيطلع مايك بقى على الولد اللي كان بيمتحن له وبيقول ان هو ما حلش كل الاسئله صح، عشان لو عمل كده هيبان انه حوار وانه غش الامتحان، فالواد بيدي المايك فلوسه ناقصه وبيقول له معلش مش عاجبك يبقى بلغ الشرطه. في النسخه العربي بقى الحوار مختلف تماما، لان ادم كان لابس جاكيت بني انما مايك كان لابس جاكيت اسود، وقابل الواد اللي امتحن له في البيت انما هنا في العربيه. فالثواني كده قلت هم مسمين المسلسل سوتس ليه، ده ما فيش اي شبه نهائي، ده لو بيعملوا سيره ذاتيه عن شخصيات المسلسل الاجنبي مش هيبقى كده. بتعدي بقى مشاهد كتير كلها كوبي بيست بالحرف من المسلسل الاجنبي، واللي بيأديها عندنا مجموعه من كوكبه نجوم الاي كلاس عندنا في مصر. ويا جماعه الفرق رهيب بين هارفي وبين أسر ياسين عندنا، اقسم بالله هارفي عامل دور محامي فاهم كل حرف بيقوله، انما أسر ياسين تحسه بيسمع ومش فاهم حاجه. انت ممكن لو شفت المسلسل وشفت أسر ياسين هتحبه، وانا مش بافور والله ولا برمي افيه، بس لو شفتوا فرق التمثيل بين الشخصيتين مش طبيعي. هاي انا زين ثابت انت مين. بيروح هارفي في مشهد يقابل مديرة الشركة في بار، وطبعا أسر ياسين بيعمل زيه، وبيقرر هارفي هناك انه يشقط واحدة، وطبعا أسر ياسين بيعمل زيه، وبعد كده هارفي بياخد البنت ويروح بيها للبيت وبيصحى يروح الشركة متأخر، وطبعا أسر ياسين بيعمل زيه، فرق بس ان هارفي شقط البنت اللي كانت بتشتغل في المكان اللي بيتعشوا فيه، انما أسر قرر انه يشقط البنت اللي شغالة في المكان اللي هو شغال فيه في الشركة بتاعته، لان القريب
قلبه طيب. بيدخل بقى لويس على جيسيكا وهو متضايق انها ما خلتوش يهندل الكلاينت ويتكلم معاه هو. وبعد كده هارفي بيدخل عليهم وهو صاحي متاخر بعد السهره بتاعت امبارح. في المسلسل المصري بيدخل محمد شاهين على فريده وبيتخانق معاها وبيقول لها انا ليه ما هندلش العميل، او احنا ليه ما نهندلش العميل، ما احنا مهندلين المخرج من اول المسلسل ومخلينه يسمح لنا ندبلج المسلسل الثاني وصباح الفل يعني. وبعد كده بيقول لويس ان هو يعني عشان هارفي خريج جامعه هارفارد يعني، فالمفروض ان هارفارد دي هناك يعني حاجه تقيله، فعشان يجيبوا لها مرادف هنا قال لك زين متعلم بره، انما محمد شاهين متعلم جوه. المؤلف سوري المترجم معرفش يبين ان زين مميز عشان واخد كورس حقوق، دبلومه، اتمرن مع فريد الديب، هو ما فكرش قال لك متعلم بره وخلاص، كان زميل هارفي في التخته. وبنلاقي اخيرا فرق بين النسختين، لان في نفس المشهد هارفي بيلبس بدله سودا وزين بيلبس بدله كحلي، وهارفي بيلبس قميص مخطط وزين بيلبس قميص ابيض، وهارفي بيلبس الشخصيه عشان يأدي وزين بيلبسه عفريت. هاي انا زين ثابت، محامي شاطر وشخص جان وكل البنات بتحبني طول المسلسل، فمش محتاج امثل. انا اسف والله، انا عارف ان الفرق بيننا كبير. على فكره ده مش تقليل من اسر ياسين نفسه، اسر ممثل شاطر بس هو تقريبا ما فهمش الدور عايز منه ايه، او هو اعتمد على حاجه واحده بس، كاريزمته. ما شفتوهوش انتوا في فيلم الجزيره كان عامل ازاي؟ وبعدين لما بتبص على البوستر كده بتلاقي مكتوب تاليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، فاللي هو انا مش لاقي لها غير ان واحد منهم مترجم والتاني مصحح لغوي. يعني ألف ايه؟ اختار اسامي الممثلين. وبمناسبة اسامي الممثلين، فانا احب اشيد بشخصية كاميليا سكرتيرة زين في المسلسل، واللي بيأدي دورها الفنانة ريم مصطفى، واللي انا شايف ان انسب عمل ليها انها تشتغل سكرتيرة زي دورها في المسلسل وتفكها من التمثيل، ادائها غريب جدا في المسلسل. والمفروض في المسلسل الاجنبي انهم بيدوروا على حد يتمرن تحت هارفي، وهو بيطلب من السكرتيرة بتاعته انها تختار الناس اللي يبان انهم اذكياء. في النسخة العربي بقى لما ريم مصطفى بتقرر انها تختبر محامي احمد محمد محمد احمد، ايوه، فسالته لما تخلف ولد هتسميه ايه، فقال لها محمد، فبصت له بصه كده اللي هو انت مش ذكي يالا. فانا مش عارف استاذه ريم بتقيم الناس من خلال اسم ولادهم ولا ايه. خد تعالى هنا، اسمك ايه؟ حسين. لو سايق عربيتك ومعاك امك وحماتك ومراتك هتركب مين قدام؟ طب ليه الغلط ده يعني؟ ده اختبار. بنرجع بقى المايك، وللمفروض ان هو بيوصل بضاعه مخدرات، فالشرطه بتقفشه وبتطرده، فبيجري فبيلاقي نفسه في مكتب هارفي، فبيقوم مقدم نفسه للوظيفه كمحامي عشان يهرب من اللي بيطردوه. وطبعا خلاص فقدنا الامل، فاكيد ادم عمل زيه. فارق بس معايا طريقه كلام ريم مصطفى وهي بتقول له تقدر تقنعني بسبب تاخيرك، ومش عارف هي بتعمل ليه كده بوشها، وما عنديش اي مبرر غير ان هي بلعت السكرتيره الاجنبيه ومخبيها في بطنها. في الحلقه الثانيه بقى انا قلت الدنيا هتختلف، هنفكر، هنذاكر، هندرس، هنبتكر، هنصمم، هنألف، هنمثل. انما انا ما اتصدمتش بقى خلاص لما شفت مشهد طارق عماد وهي بتعرف احمد داوود على المحامين اللي منسوخ برضه، فقلت خلاص يعني لبسنا. بس ليه نفس الافيهات؟ ليه لما عمو الراجل اللي بيغير اليافطه وبيعلق اليافطه القديمه في اسر ياسين بيقول له انت بتعمل ايه، فبيقول نفس الافيه بتاع المسلسل الاجنبي؟ هاي انا زين ثابت، انت مين؟ بيروح هارفي في المسلسل الاجنبي وبيقول لمايك ان ترقيته راحت بسبب كدبه، وانهم لو عرفوا ان هارفي كدب عليهم وعرفوا كمان ان مايك مش خريج هارفارد زيه هيروح في داهيه، وبيقول لمايك بعد كده انه مرفوض. في النسخه العربي بقى بيقول لادم انه مرفوض، بعد كده بيقول له هو مرفوض ليه. وطبعا كان نفسي اقول لكم ان دي كرياتيفيتي بقى فغيروا اي حاجه، ولكن هم عشان بيترجموا من اليمين للشمال فالكلام جه عكس. بيروح مايك وادم بقى في نفس الوقت عشان يقابلوا البنت بتاعت اول قضيه هيمسكوها في حياتهم. فالبنت في النسختين بتقول اللي جاي لها ايه ده انت شكلك صغير قوي، فده منطقي شويه في النسخه الاجنبي لان الممثل كان عشريناتي، انما احمد داوود ده عنده 40 سنه، صغير ايه بس. وعلى فكره يا جماعه صوره المسلسل المصري بتاعتنا حلوه والاخراج حلو بس مش واقعي، يعني الوان شوت بتاع احمد داوود وطارق عماد ده معمول حلو ومتعوب فيه جدا، بس انت عامل لي مسلسل متصور في ماونتن فيو وتقول لي جريمه وشركه محاماه؟ هي الحته دي فيها جريمه اصلا يا باشا؟ نروح بقى للمشهد اللي خلانا اقفل المسلسلين الصراحه عشان كفايه ابهار. I need the. Oh, also, I didn't have a chance to. كاميليا بعتيلي على مكتبي الورق بتاع. خلي عم شاكر يحضر لي الفطار. Marry me? I took care of that too. We've been married for the last 7 years. Excellent. احنا ما اتجوزناش ليه لغايه دلوقتي؟ حبيبي انا متجوزك في المكتب بقالي 7 سنين. تخيلوا ان الكوبي بيست لدرجه ان ريم مصطفى صبغه شعرها نفس لون شعر السكرتيره بتاعت هارفي، عامل زي ما تجيب 128 وتركب لها تربو. انا عندي بقى سؤال، هي الناس بتتكلم كده ليه؟ تحس ان الجمل ناقصه او محتاجه تتقفل؟ انا بحس انها كلمات متقاطعه ومحتاجين نرتبها جمل، يعني انا بحس ان احنا اجانب قوي. هاي انا زين ثابت،
انت مين؟ يعني خدنا المسلسل من بره نمثله بطريقتنا بقى، المسلسل هيتذاع في كل حته يعني مش في مدينتي بس. وفي الاخر احب اقول يا بخت اللي ما شافش المسلسل الاجنبي، هيتبسط وهو بيتفرج على المسلسل المصري لان القصه نفسها حلوه. وعلى راي اللي قال هاي انا زين ثابت، انت مين؟ سلام.